السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هنتكلم فيه عن موضوع الديليت والحذف، مثل ما تعلمنا كيف نعمل سيت وجيت، تعلمنا كيف نعمل اد، هنتعلم اليوم كيف نحذف ونعمل ديليت للمعلومات او الفاليو داخل ال HTML tags. هنتعلم كيف مثلا اذا عندنا الديفيجن نعمل ديليت فنحذف الديفيجن كامل، او نعمل امتي للديفيجن فيحذف النص ويخلينا الديفيجن. كيف اذا عندنا مجموعه نصوص مثلا هذا ينتمي لكلاس معين وهذا الكلاس اخر، فانا اريد احذف فقط هذا الكلام المائل فاضغط احذف الكلام المائل فيحذفه لي. درس اليوم سيكون سريع وبسيط جدا ان شاء الله. HTML. بسم الله، بدايه ننسخ كود المكتبه. نبدأ بترتيب شغل ال HTML. أنا سنعمل div1. في الأخير سنضع مثلا هذا بدون شيء، يعني هذا نص أول داخله ضمن الباراجراف، هذا نص ثاني باراجراف، هذا النص الثالث. طيب والديفيجن هذا سنضع في نهايته زر بوتون، هذا الزر مهمته نعطي ID B1، احذف الديف. اوكي انا ساضغط هنا واحذف الديف. اضغط هنا واحد في الدرج. نص اول نص ثاني نص ثالث احذف الدرج. طيب كيف ساصبح هكذا؟ هلا بنشوف. ابدا شغل الستايل. شيء نضع كل شيء على نجمة، أو درس ماضي علمتكم البادي، الآن تعلم النجمة كله نفس الطريقة، بس نغير حتى إذا قرأتها لا تستغرب. كل شيء سيكون right to left لأنه هكتب يمين. div نضع له خصائص، سيكون له width 50 بكسل له height background color هذا الآن شغل السكريبت الخاص ب هذا الديف document ready data. سأستدعي button B1 إذا حدث عليه كليك، فالمطلوب من div 1 أن يحصل له delete. تعليمة الديليت هي مو ديليت، ريموف. تعليمة الديليت هي ريموف. اوكي نص اول نص ثاني نص ثالث داخل ديف، احذف الديف يحذف كل الديف. طيب انا اريد الان زر اخر، خلينا اول شيء نعمل الزر، زر اخر هذا الزر مهمته افراغ الديف. فراغ الديف نستخدم empty div fresh هذا الديف طبعا نعمل افراغ، افراغه من كل شيء ويبقى الديف، حذف يحذف الديف كامل. اوكي
اوكي طيب انا سيكون عندي هون سطر وبعد هذا السطر في عندي باراجراف هذا نص باراجراف ثاني هذا باراجراف ثاني ساضعه ضمن كلاس سأسمي هذا كلاس اي مثلا اوكي في ايتاليك يعني هذا نص مائل هذا بي اعطيه كمان كلاس نفس الكلاس الاي هذا نص مائل برضه في البي يعني نعمل زر اعطي اي دي بي 3 كرر الايديات افضل تكون اسم عمل يعني اكتب هذا مثلا هون ريموف وان امتي مشان تتذكرها فقط عشان وقت الفيديو اللي سيقوم به احذف النص المائل يلا خلينا نعمل بالزر درس اليوم سهل جدا طيب انا بحدد اين سيكون العمل سيكون في البي اوكي وما الذي سيحدث داخل البي اريد ان اقول له ريموف وريموف لماذا ريموف لكلاس معين اللي هو سميناه الاي فاقول له ريموف واختار سيلكتر ما هو السيلكتر سيكون كلاس دوت اي لحاله اخرج لك اياها دريم ويفر دوت الكلاس ما انخربت ممكن تعمل اي دي ممكن اي دي ممكن باسم هذا ممكن باسم هذا كل شيء امامك كل سيلكتر مثل الدرس الاول كله ممكن بالاي دي ممكن بالكلاس ممكن باسم التاج نفسه ايش نص المائل طيب احذف النص المائل سيحذف الباراجرافز اللي تحت كلاس الاي تعلمنا كيف نحذف div كيف نفرغ الdiv من مستوياته وكيف نحذف مثلا جزء معين ونبقي جزء اخر من النص هذا كل شيء درس اليوم سهل وسريع الله يعطيكم العافيه شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته